خمس مرات. أنت معرض أكثر من غيرك تنصاب بالقلق والتوتر ونوبات الغضب إذا كنت عم تعاني من مشاكل بالجهاز الهضمي. وبس لو بتعرفوا قديش صحتنا الجسدية والنفسية بتتأثر بصحة جهازنا الهضمي من المعدة للأمعاء. شوفوا أي خلل بيصير بالأمعاء أكيد رح ينعكس على مزاجنا وحالتنا النفسية بسبب الترابط العصبي بين الدماغ والجهاز الهضمي، ورح تبلش تظهر أعراض كتير ثقيلة من القلق للتوتر لمشاكل النوم لضعف بالذاكرة لخمول بالغدة الدرقية لكل أعراض ضعف المناعة مثل وجع المفاصل وحساسية الجلد. زيادة نسبة حموضة المعدة لارتشاح الأمعاء للكولون العصبي لانتشار الفطريات والتقرحات، كل هيدي المشاكل ضروري نعرف جذورها قبل ما نعرف الحلول. تابعوني بسلسلة من النصائح الغذائية والطبيعية بالفيديوهات القادمة وخبروني شو هي أهم المشاكل الهضمية يلي عم تعانوا منها ويلي عم تأثر على مزاجكم وعلى جودة صحتكم.